بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، وده مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيبه. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. يا رب. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، وخصوصا ان الحمد لله كده في انخفاض ملحوظ من امبارح بدرجات الحراره من درجتين لثلاث درجات. بالفعل يمكن احنا بعد الموجه الشديده اللي شهدناها خلال الايام الماضيه وكانت ذروتها السبت الماضي، بالامس حصل انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل 3 الى 5 درجات على محافظات شمال البلاد. اليوم كمان متوقع مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره عن امس كمان بمعدل من درجتين لثلاث درجات، والانخفاض ده هيشمل كمان بعض المحافظات الداخليه، فانا عندي السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، المناطق دي كلها يحصل عليها انخفاض اخر في قيم درجات الحراره اليوم بسبب مرور منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيأثر بشكل كبير على المناطق الساحليه وبيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. كمان مصادر الكتل الهوائيه اغلبها كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فبالتالي منخفضه في قيم درجات حرارتها مقارنه طبعا بالكتل الهوائيه الصحراويه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع يكون ما بين 36 الى 37 درجه مئويه خلال فتره النهار. أيوة. مع وجود نسب رطوبه في الجو بدات تزيد بشكل تدريجي بتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من القيم دي، هيظل احساسي بطقس فتره النهار هو طقس شديد الحراره. وده اللي انا كنت عايزه اسال حضرتك عليه، دايما السواحل الشماليه درجات الحراره بتكون منخفضه فيها، لكن بسبب نسبه الرطوبه مش بنحس بده قوي، يعني بنحس ان ممكن القاهره تكون احسن من السواحل الشماليه في درجه الحراره. هو بالفعل لان نسب الرطوبه بدات تزيد في الجو، واغلب مصادر الكتل الهوائيه احنا بنقول قادمه من على البحر المتوسط، فطبعا بتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه، وخاصه كمان الاماكن الساحليه بتكون اعلى في نسب الرطوبه من المحافظات الداخليه. كل ما تقدمت للداخل كل ما كانت نسب الرطوبه اقل. في السواحل الشماليه نسب الرطوبه تتجاوز ال 85 احيانا بتوصل ل 90%، في المناطق الداخليه ما بين 75 ل 85%، وطبعا محافظات الصعيد بتبقى نسب الرطوبه فيها قليله جدا، طبعا ده رحمه ربنا لان قيم درجات الحراره في الاماكن اللي موجوده في الصعيد بتبقى هي الاعلى طبعا. فبالتالي نسب الرطوبه يعني بتبقى نسبه وتناسب مع قيم درجات الحراره، لكن وجود نسب رطوبه في الجو بيخلينا نحس ان قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها احنا بنحس قيم درجات الحراره اعلى منها دايما. بالظبط، درجه الحراره المحسوسه دايما بتبقى عاليه، عشان كده احنا بنقول يظل الطقس شديد الحراره، احساسي بيه شديد الحراره رغم انخفاض قيم درجات الحراره خاصه في الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، كمان جنوب الصعيد وجنوب سيناء، اجواء ما بين المائله للحراره للحاره في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط. طيب. كمان فتره الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس اكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره طبعا. الانخفاض ده هيكون ملحوظ كمان فترات الليل، صغرى فترة الليل ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية، مع كمان وجود نشاط للرياح، إن شاء الله متوقع اليوم يكون في نشاط للرياح في أغلب محافظات الجمهورية. هيلطف الجو شوية بالليل. بالظبط، هيساعد إن احنا نحس أكتر بالأجواء المعتدلة فترات الليل بشكل تدريجي كده مع فترة المساء ودخولنا أكتر في ساعات الليل هنحس باعتدال الأجواء بشكل كبير. ننوه كمان النهارده إن في فرص لسقوط الأمطار. لسه كنت أسأل حضرتك، هل فرص الأمطار دي ممكن تمتد للقاهرة والسواحل الشمالية ولا فقط على جنوب سيناء وشمال الصعيد؟ هي طبعا فرص الامطار فقط هتكون موجوده في المحافظات الداخليه زي مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاسل الجبال والبحر الاحمر وجنوب سيناء، هي دي الاماكن اللي هيكون عليها فرص سقوط امطار فقط. الاماكن الشماليه اللي هو السواحل والوجه البحري والقاهره الكبرى مش هيكون عليهم تماما اي فرص لسقوط الامطار، والامطار الموجوده معانا في الجنوب هي امطار خفيفه، ممكن تكون احيانا امطار رعديه لكن مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، يمكن ده يساعد ان قيم درجات الحراره ما تعلاش بالشكل الكبير زي الايام الماضيه، لان احنا الايام الماضيه محافظات الصعيد كانت العظمى فتره النهار
تتجاوز ال 47 درجه مئويه خلال فتره النهار، فده هيساعد ان قيم درجات الحراره ما تزيدش بشكل كبير. طبعا. لكن لازم نخلي بالنا احنا لسه بنقول رغم انخفاض قيم درجات الحراره ما زال احساسنا بالطقس شديد الحراره خلال فتره النهار، والاجواء دي اللي فيها انخفاض في قيم درجات الحراره وتعتبر قيم درجات الحراره فيها حول المعدلات الطبيعيه مكمله معانا لنهايه الاسبوع لحد فتره الاجازه. طيب حضرتك بتقولي مكمله معانا لنهايه الاسبوع درجات الحراره اللي هي تكون فيها يعني معتدله بشكل كبير، هل بعد كده هنواجه موجه حاره جديده وده مع بدايه فصل الصيف؟ فصل الصيف هيبدا معانا من يوم الخميس ان شاء الله. هو الى الان الخرائط الجويه والتوزيعات الضغطيه بتشير ان قيم درجات الحراره مش هيكون فيها ارتفاعات ملحوظه زي الايام الماضيه. طب. يعني قيم درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى مش هتتجاوز ال 40 درجه مئويه، هتظل ما بين 37 الى 38 درجه مئويه، لكن اكيد طبعا مع فصل الصيف وتتكرر الموجات الحاره مره اخرى، ده فصل ارتفاع في قيم درجات الحراره. بس على الاقل نهايه هذا الاسبوع بدايه الاسبوع اللي جاي كمان هتظل قيم درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه او حتى لو اعلى من المعدل بدرجه درجتين، والاجواء اللي احنا بنعيشها زي النهارده والايام اللي جايه ان شاء الله ما فيهاش اي ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره. بس بناكد على كل الساده المواطنين فترات الظهيره لازم نتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر، لان ده هيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 5 العصر. الفترة دي نتجنب أشعة الشمس، لو احنا هنخرج في الفترة دي لازم يكون معانا غطاء للرأس من أشعة الشمس بالظبط. زي ما حضرتك بتقولي احنا في فترة أعياد وفترة خروج وفسح، أكيد الناس بتتجه للسواحل خاصة لو البحر الأحمر أو البحر المتوسط، عايزة أعرف من حضرتك حالة البحار وهي آمنة لنزول المياه ولا لأ؟ طبعا احنا عندنا ارتفاع امواج على البحر المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 متر، فهو معتدل ومؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، وكمان ان احنا نقدر نستمتع بالأجواء. وقيم درجات الحرارة في المدن او المحافظات المطلة على البحر المتوسط ما بين 30 لـ 31 درجة مئوية، حتى لو في نسب رطوبة عالية زي ما بنقول هنحسها لو تكون 33 درجة مئوية، فهي يعني اقل قيم درجات حرارة في الجمهورية كلها، فنقدر نستمتع بالاجواء. ايضا المدن المطلة على البحر الاحمر، البحر الاحمر تحديدا ارتفاع امواج ما بين 1.5 لـ 2.5 متر هيكون مضطرب، لكن في عمق البحر الاحمر نقدر نستمتع بالاجواء برضو، لكن هنخلي بالنا لان درجات الحرارة في المدن المطلة على البحر الاحمر مرتفعة بشكل كبير تتجاوز 42 و43 درجة مئوية. الاجواء فترة النهار اجواء شديدة الحرارة بشكل كبير، فهنأكد لو احنا عاوزين نستمتع بالاجواء زي ما بنقول دايما نحاول نتجنب كمان النزول والتعرض للشمس من الساعه 12 للساعه 4، يعني لو عايزين ننزل الميه ننزل من قبل الساعه 12 من الصبح بدري او من بعد الساعه 4 بيكون امن جدا حتى للاطفال وكبار السن. بالفعل، وكمان طبعا الملابس تكون الملابس القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون، عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، انا مهم جدا اغير درجه حراره جسمي باستمرار تجنبا لاي اجهاد حراري. السوائل طبعا لازم نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، حتى لو مش عطشان ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي، اتواجد في اماكن جيده للتهويه بقدر الامكان يساعدني ان انا احس بقيم درجات حراره اقل ونسب رطوبه اقل، وعدم ركن السيارات او ترك اي مواد قابله للاشتعال داخل السيارات لو العربيه تتركن في الشارع تحت اشعه الشمس. طبعا نستمر في المتابعه الجيده للمشاريع اكيد الجوية. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره العظمى 37 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 37 24، اسكندريه 30 23، العالمين الجديده 29 23، مطروح 28 22، دمياط 31 23، بورسعيد 32 23، اسماعيليه 37 25، السويس 37 25، العريش 32 22، كاترين 32 17، طابا 39 26، حلايب 37 29، شلاتين 41 28، شرم الشيخ 42 30، الغردقه 42 30، الفيوم 39 25، بني سويف 39 26، الوادي الجديد 42 29،
أسيوط 40-28، سوهاج 42-28، قنا 44-30، الأقصر 45-30، وأخيرا أسوان 46-31. هنستمتع بالأجواء الصيفية المعتدلة خلال الكام يوم الجايين أو خلال فترة العيد كلها، لأن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكمان الجو بالليل هيكون معتدل مع نسمة هواء جميلة. فيعني بنتمنى ليكم أجواء سعيدة كده وقضاء أجازة عيد سعيدة بإذن الله مع طقس معتدل. هرجع مرة تانية لجمانة ومحمد علشان نكمل معاكم في قناة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، يا رب كده الطقس يبقى معتدل النهارده واليومين اللي جايين بقيه ايام العيد ان شاء الله، ويبقى في اجواء حلوه كده مناسبه ان احنا نخرج ونتفسح ونشوف اماكن جديده. درجه الحراره الايام اللي فاتت كانت صعبه جدا يا محمد، تحس ان احنا بقى عندنا زي ما بيقول تروما او خايفين من درجات الحراره، بقينا بنتابعها اكتر من اي حاجه. في يومنا لازم نصحى الصبح نشوف درجات الحراره بتسجل كام كل يوم، لان فعلا الايام اللي فاتت درجات الحراره كانت وصلت لدرجات صعبه جدا ما كناش حتى متعودين عليها. فعلى اي حال ناخد بالنا زي ما قلت لحضراتكم، دايما يبقى في معانا سوائل، لازم نبقى برضو واخدين بالنا من الشمس، وهنحاول ان احنا ما نوقفش في الشمس كتير، نوقف في اماكن ظل كمان. يعني يا ريت لو حد يقدر يساعد الناس الموجوده في الشارع، ان هو يبقى مخلي معاك في العربيه ازايز ميه ممكن تديها لحد في الشارع، فيعني يا ريت.